Nous on réchauffe la Tunisie, fait l'an 2011. Je souffre de plusieurs questions, t'as sans réponse. Alors, les hommes tafsir et l'ahdet, les hommes analyse, les hommes vision pour politique, et face à la crise. Donc, n'abda le plan, l'ahki à l'ex-président, l'ahki à le mandat présidentiel, et qu'à 23 sans échna boum, échna la dictature, échna la censure, on est cette moutme la torture. Je chauffe neuf, c'est d'un ta' annès, les dairies de Bercosi, le masoni, le kbar, le wigram, on fout la famille Trabelsi, et hâte-nous pour l'artisan. Qu'on chauffe là les statistiques, les sociétés de transport, des banques, des hôtels touristiques. Non, ce point est jeune, qui est à l'échelle internationale. L'alarme, le coup, le fil belle ou belle, pouvoir dictatorial. Le problème, oh, qu'on chauffe la vie dans l'Occident, chauffe l'Europe ou l'Amérique, qu'on chauffe leur position. Allez, je m'attends à m'had, qui qu'un chat, qui t'en a la trama, ou l'un des hackers, حقوق الانسان, les hommes, j'ai une hâte pour le khir, خايفين à la Tunisie. A trouvé le processus d'accès à la démocratie. Les hommes, j'ai une fouk, a yakina à l'hukou. الحقوق اللي هما قتلوها ودفنت في الصندوق. خاطر اللي تبع الاستوريك يعرف انقل دي منطور, يعرف باللي هما اللي صنعوا سو ديكتاتور. من اول الكوديتا في 1987 ما مقبل ماشي بالحكم, كانت عندهم علاقات عميل للسي اي اي, دربتوا الاستخبارات. انا جون تاع اسرائيل عنده علاقات بالموساد. ما كانش بريزيدون كان مرسونير. تونس ما كانتش بلاد, كانت انفلون سيكيوريتير. انا لي استراتيجيك يقف في وجه الاسلاميزم, يذبح العباد بسم لا غير كونتر لو تيروريزم. عطاتو أداة القمع وان بلوس عطاتو الفوفير, عطاتو تعليمات ومعاها ليكيبون ميليتير. تدرب لي فور سبيسيال وتفينونسي لي ستاج وتوفر لاباغياج وليكيبون تاع الاسبيوناج. والمهمة هي سير كي ذبح لي زيسلاميست, يبعدهم على البوليتيك وزيد يخرجهم البيست. يلفق لهم دي زاتونتا ويشوه صورة الاسلام. هما سبب تاع لي ديكا والسورس تاع لي بروبلام. وشفنا تجاوزات باسم الحرب على الارهاب, اغتصاب وتعذيب بلاد تلبس الحجاب. شفنا الاستخبارات كي تبع في المصلين, كانت تصير اعتقالات بتهمة كي كان اسم الدين. شفنا الوزارات كانت كي محاكم التفتيش. شفنا المسلم في تونس ما كانش عنده الحق يعيش, ناس تتعذب في السجون وناس تموت من التعذيب. وزارة الداخلية كانت كي ابو غريب. هذا كل كان يصير قدام الاوروبي الامريك, حد ما كان يحل فمه كان يقدس البوليتيك. بالعكس لا بوليتيك امريكان اليوم ما فيكس. الكل شفنا تسريب وثائق الويكيليكس. شفنا لي رابور لي بعثهم لمباسادور, تخلي البلاد مافيا يحكمها ان ديكتاتور. بخطو ما كانش فما انتقادات ولا محاسبات, كانوا يحكيوا على الماكدونالدز باش يعمل استثمارات. طون بلوس كانوا يلمعوا صورة تونس قدام العباد, يغطي وسط القوي النهبة ويغطوا الفساد. لابوك مونديال في كل تقرير تعمل ترافيك, تصور تونس متقدمة عندها كواسونس ايكونوميك. ما يحكيوش على المناطق هوني اللي تعاني الاهمال, يوريو كان جربة الحمامات والتوريزم سيكسوال. يحكيوش على لي دوات دوم والتعذيب في اللي كاجي. صوروا تونس الحداثة ويعطيونا انفو في الماج. واليوم الاخر لحظة مازالوا يدعموا لو بلون, يدعموا في لو ديكتاتور بوندون لا ريفوليسيون. سمعنا اليوم اغي مينيست دي زافير اترانجير جاية تبروبوزي اينات بوليسيير. مي لو بلون تقلب ما عادش كيما كان مسطر, سي ترو تار. الثورة اليوم ما عادش تتأثر, صايي شعبك راهو فاد مقام على بوليس. ما عادش مارش غيغ الشعب ناقم على الرئيس. وهوني تتدخل لا بوليتيك امريكان, تتصل بشيف ديتا ماجور وكمال مرجان. من مقر الميزون بلانش تجاهم التعليمات, رئيس الدولة لازم يكيتي البلاد. مي بيان سور حسب تعليمات السي اي اي, لو بريزيدون في بالو خارج يعدي ايام وجاية. ذاك علاش شفنا الفصل 56 والفصل 57 جا كان بعد نهار. هكا لعبوا له لعبة وطيروه من كرسي الرئاسة. تكتيك متاع مصالح ونفاق متاع سياسة. سي اي اي هي اللي تحط له بريزيدون لا ريبوبليك, وهي اللي تبدلو كي تحب تبدل لو جو بوليتيك. نرجع بيك السنة التالي ونفكرك بجا ايران ولا ماركوس في الفلبين ومشرف في باكستان. نوريكا في بنما وفي جورجيا شي فيرنازي. والعباد تعرف ليستواغ تاع بينوتشي. لي تابلو لا في من ميسيون اكومبلي. لاميريك عندها مصالح ما عندهاش ديزامي. تعدل الدوزيام peuple bien organisé. ركز le jeu politique كل عالإرسيدي. مشي le président قاعدة نفس التعليمات, قاعدة تطلع ديكتاتور وطبقها القيادات. الريوس تتبدل من قدام ومن تالي لا ميم إكيب, تبقى لا ميم دوكترين, يبقى ولي ميم فرنسي. عمل حكومة انتقالية بتعليمات أمريكية, قدمت التنازلات تسكت
الثورة التونسية الحكومة ما يهمش شكون فيها ليسونسيال بعثي معصي ليزيليكسيون بريزيدونسيال الغنوش يطبق البلان نعطيك لا كونكلوزيون كمال مرجان نورمالمون فيتشور بريزيدون ماريونات تمشي ماريونات تجي ماريونات جديدة بسياسة بن علي توا اكزاكتومون تبدل لو ديسكور تاع لوكسيدون كل ولات تبارك وتشجع لا ريفوليسيون تبدل لو ديسكور بوليتيك تاع ساركوزي اوباما فرنسا خايفة على الشعب والامريك ولا معانا لو بروبليم سي كو الشعب لهنا فاهم اللعبة مستانس بالبوليتيك تاع لي جان تاع سيق الشعب ان بوبل كوراجو و مام طون بين ايديوكي دونك صعيب تطبق على الشعب كولتيفي مالا فرق الصفوف امشي استغل الظروف ما تخليش الشعب يفكر وانشر فيه الخوف كمل لو بلون تاع بن علي كي دارت عليه لارميك استعمل لا بوليتيك دو لا تيغ بيولي اعطي التعليمات والفيفيغ للميليشيات باش تقتل العباد وتتزي تقلب البلاد نخافو الشعب ونجوعوه بالحصار باش يرضى بالغوفرنمون دونيو ناسيونال عدل التخوازيام بلون على نيفو بسيكولوجيك واستعمل لا مانيبيولاسيون ميدياتيك يا خلي الاخبار الكل تحكي على الفساد المالي على الاكس بريزيدون وزيد الفساد الاداري على فامي ترابيسي وسرقة الممتلكات على سرقة الشركات والترافيك في العقارات خليني ميديات لاهي الشعب كان بهم هما وتبعدلو ماكسيموم العينين على الحكومة وزيد تستعمل الميديا هوني لتخويف الشعب ناس تتصل وزيد تدخل فيه الرعب تبليغ على الميليشيات وعلى دي سنايبر وزيد حتى انيماتور يكون مانيبيولاتور والكاتريام بلون في البوليتيك امريكان زرع الفتنه بقيادة جيفري فيلمان في قلب الحدث وفي وسط الانتفاضة يصير قرار العفو باش تقبض حزب النهضة تمهيد الحرب سياسية وفتنة طائفية بين اتباع الاسلام وانصار العلمانية لابروف هانا شفنا كل شنو صار المرأة اللي قالت اعطوني كف في المطار وبلس يزيد يستعمل انجس التقنيات يدوس عملاء تدخل في المظاهرات يبعث ميليشيات تكون موالية للسلطة تجيب شراب الفساد وتزيد دخل الزطلة وزيد يلعب على الفتنة تاع لو ريجيوناليزم يفتن ولاد الشعب ويزيد ينشر لو راسيزم هانا شفنا في القصبة كيفاش كانت فما فتنة شفنا لا بوليتيك اللي كانت تحب تفرقنا هذه لا ميم بوليتيك اللي استعملوها في لبنان لا ميم استراتيجي اللي قاعدة تصير في السودان تنشر الفتنة وتشجع التقسيم اون بلوس تزيد تدعم الانفصاليين لا ميم بوليتيك اللي قاعدة تصير في العراق شفنا لي زاتوندا ولا ديموكراسي تاع المطراك شفنا صار في الصومال شفنا لا غير سيفيل شفنا فتحوا حماس وشفنا الدم اللي كان يسيل من هوني حاب نعطي ميساج بور لي سيتويان ما تطروش لي ميديا سورتو لي بوليتيسيان لي ميديا هاي قاعدة اون تران دو فو مانيبيولي لا بروف هاك ما تشوفش بسيكو ام في لاتيري يجيبوك كان دي رابور عندهم اغاني سطحية يخافوا من كشف المستور والسياسة التحليلية الراب تاعي كل ويكي ليكس مع بيب المعلومات يحكي على الانقلابات ويديرونجي الاستخبارات توا وفات لا شونسون باش نعطيك لا كونكليزيون ركز وتبعني بيان باش تفهم لا سوليسيون فما جهات حابة تفرقنا وزيد تزرع الفتنة حابة تقلبنا على بعضنا وتفرتنا وتشتتنا لازم ما نتيحوش في البياج ونبقاو متحدين اسلاميين وليبراليين يسار وقوميين اتحاد الطلبة العمال ولا الجمعيات وزيد زيد المحامين واتحاد القضاة اول لي طاب النحي و البلو غون دونجي الكل نايد وحده حتى يتنحى الار سي بي ما نحبوش غوفرنمون دونيو ناسيونال نحبو حكومه تاع تصريف اعمال بيان سور لهنا ما نعاودوش نفس الاغلاط احنا نحطو ناس ثقات نختارو لي تكنوقراط بيان سور ما تكونش عندهم سلطه تنفيذيه يكونوا ناس ثقه تخدم الثوره الشعبيه ومن بعد الكل تلموا ونطبقوا الدوزيام بلون كونوا مجلس تاسيسي ونبدلوا الكونستيتيسيون على خاطر الدستور نفصل على الديكتاتور الRCD عامل لا كونستيتيسيون سور ميزور اون بلوس لازم نبدلو لا لوا إلكتورال خاطر قانون الانتخاب فريمون راه سكوندال ترون فوت باش توصل للانتخابات الرئاسية يصوتو لك دي ديبوتي ورؤساء في البلدية وتتوحد مطالب لي ريفوليسيونير ونبدلو النظام بريجيم بارلمونتير ويولي الشعب يقرر مصير لا ريبوبليك يحب ريجيم لايك ولا ريجيم اسلاميك ليسونسيال توا نكونو خوات ونحافظو على اللحمة نكونو كنا يد وحدة باش نتعداو المحنة نحيو الاختلافات من قلوبنا نحيو الغل باش تونس تبقى حرة تونس للعباد الكل تونس للعباد الكل ام دي ام سي هي سيلين حمدي بالتي تشيكو ام ذا بوك كنزي